نشكروا الاولاد، نشكروا الناس كل اللي وقفوا مع الجمعيه واللي ضحاوا اليوم قدموا ماتش باهي رغم برشا حاجات وبرشا كلام يزم يتقال في فرع كرة اليد. احنا دخلنا على ايكيب مفرطة، تعرفوا واش معناتها ايكيب مفرطة؟ ما فماش، فما لونترينمون، فما ايكيب، فما جوارات ماهوش ملمومين، فما حد شيء. دخلنا احنا كلجنة كلفونا باش نتلهاو بالفرع نتاع كرة اليد، تلهينا عاوننا وقفنا حاولنا باش نعملوا مجهوداتنا، لكن باقي راهي الصعوبات موجودة. شفتوهم الولاد الشوط الأول ما تعداش كوم يلفو، الشوط الثاني أعطاو كل ما عندهم. بالنسبة لينا راهو نحبوا ليكيب بهالشكل هذا، نحبوا نوقفوا مع بعضنا الناس كل كي. حكاية الفلوس، راهي الفلوس راهي عندهم حق الجوارات ياخذوا الفلوس، ولكن راهي مش موجودة الفلوس. شو نقول لكم؟ راهي مش موجودة. رانا من غير فلوس ما نجموش نعملوا حتى شيء. راهو بمجهوداتنا الخاصة اليوم برك فين تحصلنا على مبلغ بسيط هاو عندي تو باش نوزعو على الجوارات. كان مش يصبروا علينا طالبين في أشهر سابقة وفي شهر سابق، وعدناهم أنه باش يخلصوهم في شهر سابق، لكن بور مومون راهم فماش فلوس باش نوزع عليهم مبلغ معين اللي في حدود اللي استطعنا باش نلموه. كان رضاو ما رضاوش، راهو احنا رانا ماشيين. هاو شو نقولها لكم تو، راهو اللجنه اللي وقعت تكليفها راهي ماشيه واني على راسها، لكن هنا مش نكملوا، ما نحبوش نسيبوا الجمعيه، معناتها شادين صحيح في الجمعيه، لكن عاونونا وعدونا باش يعطونا الفلوس، ما فماش فلوس. الجواريت هاك تشوف فيهم ما دخلوش يدوشوا ويحبوا على الفلوس. لا غالب الله غالب، هذا كلهم عندهم حق، ولكن زاد الجمعية عندها حق عليهم. كرة اليد ما عندهاش فلوس، الجامعة ما تعطيش، الرابطة ما تعطيش، حتى حد ما يعطي. راهي هذيك الفلوس بتاع الوزارة يقع توزيعها، نسبة 90% تمشي للفوت، وال10% الباقية تمشي للهونت. احنا قاعدين نصرفوا في 10%، يلزم الجوارات يفهموا. اني كرئيس لجنه، ما نحبش نقول رئيس فرع خاطر ما نؤمنش برئاسه فرع ولا مش رئاسه فرع، اني لجنه لانقاذ الفريق. تعرفوني اني يعني موظف عادي، استاذ، ما عنديش فلوس، مانيش رجل اعمال، مانيش بانكا في جيبي نجبد الفلوس. لازم توقفوا معنا، راهو بلاش فلوس، راهو اللي معايا منسحبين. سي هيك توقفوا، كلمه توقفوا معنا لشكون توجه؟ للناس الكل، اهالي مدينه مسكن، مانيش شويه رانا في مسكن، مانيش شويه في مسكن. فما ناس رافضه باش تعطي الفلوس للجمعيه. الهوند ما عندهاش موارد. نحبوا نفهموا، ما عندهاش موارد، مش كيما الفوت. ما عندهاش فلوس. الجوارات فهمتهم، قلت لهم راهو تسالوا الجمعيه شهر. وقت تجي الفلوس نعطيكم. فقط هاني تو الفلوس اللي عطاها لي رئيس الجمعيه باش نوزعها عليهم، ما زيد حتى فرنك للداري. باش نوزع عليهم مبلغ معين بعنوان تسبق على شهر نوفمبر. شدينا احنا الجمعيه لو 15 نوفمبر. مش تقول لي هاو ترينينا 3 شهور ما خلصناش حتى تجي الفلوس. هذه شنو نجم نقول؟ رضاو الجوارات، رضاو، هاو يسمعوا فيها توكي، رضاو الجوارات، رضاو، ما رضاوش اني راني مانيش قاعد فيها الجمعيه. توما قاعدين فيها اكاو. احنا متفاهمين هذايا وتفاهمنا معاه، وزاد ديجا كي اول ما جي قعد معنا نسالوا الجمعيه شهرين داخلين، قال لنا باش نعطيكم شهر، قلنا الله يبارك، الناس كل تترينا والناس كل مريقله يستنى في الفلوس. الوزاره صبت جبد رئيس الجمعيه، الله اعلم وقتاش خلصنا، خلص الفوت الله اعلم، قال باش يعطينا تسبقه، احنا باش نرضاو ولا باش يقول لنا وكو. تو احنا باش نعطيوهم التسبقه هذه، نطلبوا منهم باش يكملوا في المجهود اللي عملوه اليوم. الشوط الثاني اليوم ممتاز برشا، والناس كل كي عملت جو، والناس كل كي شافت دمومه هبطت في وسط التيران. اش معناتها؟ وقت الدم يبدا هابط والعرق هابط، اني فقط هذاك هو الحاجه الباهيه اللي فرحان بها في مساكن، انه ناس مازالت تخمم تحط عرقها في وسط الصاله من اجل الكره ومن اجل الجمعيه نتاعهم اللي يحملوا الازياء نتاعهم. حاتم وحازم وسالم والناس كل ولاد جمعيه الكل كي والمنتدبين، هذا هما، هذايا هو الهدف من الرياضة، راهو حب الجمعية وربط أواصر العلاقة الطيبة ما بين ولاد البلاد، هذا هو. احنا جينا كمربين
ثلاثة مربين في إطار اللجنة هذه اللي لاهية بفرع كرة اليد باش نوقفوا الفرع هذه ما نحبوش نقصروه. يعاونونا الناس كل كي وكو هذه نداء، نعاود نوجه نداء. راهو الفلوس وقت اللي تعطي إنسان حتى إنسان عادي نجم يعاون دبو سماء، يجيب دبو سماء للصال وقت يجي يتفرج يجيب معاه دبو سماء ويحطها في الفيستير. هذه الجوارات شكل من أشكال المعاونة، ما طلبش مليارات فقط. رئيس الجمعية اليوم أعطاه مبلغ معين، المبلغ اللي أعطاه رئيس الجمعية مش نوزع عليهم الآن. هذا إيش نجم نقول؟ سيكل هو تأثر واضح، ظهر تأثر على حتى ظهر تأثر عليك أنت وغيرتك على فرع كرة اليد، لكن المال قوام الأعمال. المال قوام الأعمال، المال قوام الأعمال، ولكن الوضعية، الوضعية في كل الجمعيات راهو بشكل هذا. أما راهو زاد من غير العد الوقت الوزارة تعطي 50,000 دينار الفرع ليكيب فيها هونت وديفيزيون بي وفيها فوت اللي هو محترفة، وتمشي الجمعية أخرى تعطيها نفس المبلغ اللي عندها فرع فقط متاع فوت، مش عدل زاد. الوزارة يلزمها تعطي أكثر للجمعيات اللي فيها فروع. علاش نحبوا نخسروا فرع كرة اليد؟ علاش بالنسبة للشكل هذا إذا كان ما عندناش فلوس وما عندناش إحاطة بالفرع متاع كرة اليد نخسروا؟ احنا شو مدخلنا احنا في كرة اليد؟ احنا حقت نحبوا كرة اليد، جينا لكرة اليد وجينا للصالة هذه باش نلقاو هالأجواء المنعشة اللي لقيناها في الماتش متاع اليوم. الناس كل خرجت فرحانة. علاش ثلاثة مربين في إطار اللجنة هذه اللي لاهية بفرع كرة اليد باش نوقفوا الفرع هذه ما نحبوش نقصروه؟ يعاونونا الناس كل كي وكو هذه نداء. أكثر رياضات شعبية في تونس ومن أكثر رياضات شعبية في مساكن. وتعرفوا الناس القدم كنا نمشيو للاستاد البلدي ونتفرجوا على التراب، نتفرجوا في الـ في الـ في الـ في الكرواسون تلعب مع الكلوب فتره من فترات، هاو القدم يعرفوا الشيء هذا. وين نبداو متعنكشين في الحديد باش نتفرجوا على راهو الفلوس وقت اللي تعطي انسان حتى انسان عادي نجم يعاون دبو سماء، يجيب دبو سماء للصال وقت يجي يتفرج يجيب معاه دبو سماء ويحط اليد.